هل بالفعل في أسئلة الإسلامية للسادس العلمي جاء سؤال أو سؤالين من الأسئلة الإثرائية في المادة؟ لأن الطالب جاي يشكل على هذه النقطة. يعني صراحة أنا ما شاهدت خلال تجوالي بالمراكز الامتحان، يعني يوميا عندي تجوال ويا الطلبة وأسألهم شنو الأسئلة، شنو نوعها، طبيعتها، ولا طالب أشكل علي وقال لي أستاذ هذا السؤال ما موجود عندنا ولا احنا نشافي. لكن تدرون انتم يعني اكو ضجه احيانا يثيروها حتى يشوشون على الامتحانات او يشوشون على الطلبه ويعني مشاعرهم ويثيرون بعض اللغط اللي موجود. لكن انا خلال مشاهدتي الحيه المباشره مع ابنائنا الطلبه ماكو احد بلغني انه اكو سؤال كذا او سؤال كذا.